السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفرصة سنقدم لكم الشعر إمام شافعي. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لنازلة الليالي فما لوحدث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأحوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء يغطي بسماحة كل عيب وكم عيب يغطي سخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ولا تري للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعدى بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقص التأني وليس يزيد في الرزق الأناع إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين ولا يغني عن الموت الدواء هذا منا شكرا على اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.